طيب اخواننا نرحب بكم جميعا تاني في منبر مبادره الباحثين السودانيين. الليله كم اخواننا؟ 20 مايو 2019 اللي هو 14 رمضان. ربنا يتقبل منكم ويتقبل الشهداء ويشفي الجرحى. الليله الشباب ما شاء الله مشوا على الجرحى المصابين في مستشفى المعلم هنا ده, ويعني الحمد لله روحهم المعنويه كويسه, وان شاء الله نسال الله اليوم عاجل الشفاء. كنا نتكلم اخواننا على مجموعه الباحثين السودانيين, المجموعه كمجموعه, وقلنا انه في ناس كتار جدا بيكون الواحد منطعد وزهجان في انه ياخذ البوست بتاعي ما نزل. لما تشوف البوست بتاعه بتلقاه سؤال يسال قبل 5 سنوات ويتجاوب, لكن الزول ده شنو؟ ما مشى فتش جوا المجموعه نفسها. مجموعه عمرها 10 سنوات, اعضاء 471,000 عضو, فيها كميه بتاعت مجموعات فرعيه متخصصه, مجموعات هندسيه وطبيه وبتاعت اي تي والى اخره, مجموعات بتاعت لغات, عندنا مجموعه بتاعت لغه المانيه, مجموعه بتاعت المنح الدراسيه المختلفه, ايطاليه انجليزيه كل الحاجات دي, عندنا مجموعه بتاعت شرح التخصصات, مجموعه وصفحه دي لو الزول فتش فيها عمل سيرش استخدمت الخاصيه بتاعت البحث, انت غالبا هتلقى السؤال بتاعك يتجاوب قبل كده. قبل ما تسال السؤال فتش المجموعه, لو ما لقيت اجابه وفتش تفتيش جد تفتيش بصوره كفؤه. وقلنا هنعمل محاضره هنا ده عنين, وفي محاضره تقدمت قبل كده مسجله بالفيديو عن انك كيف تفتش مرجع, كيف تفتش مقال, كيف تفتش موضوع بالكلمات المفتاحيه او بالطرق بتاعت الرياضيات اللي هي الاند والاور والى اخره. فدي كل حاجات موجوده الناس تسال قبل ما الناس تفتش قبل ما تسال, لانه في الغالب المشرفين ديل قاعد يشوفوا السؤال بتاعك مكرر. لو رفضوه ما رفضوه لانهم عندهم مشكله شخصيه معك. احنا قاعدين نعاين لاسماء اسم بس, زول اسمه محمد نور, زول اسمه طه, واحده اسمها هاله, ما قاعدين نشوف حاجه شخصيه, ما عندنا مشكله شخصيه. الناس متطوعين بزمنهم بمعدل 6 ساعات لما تكون ورديه عليك بتمشي تفتش انت ناس داير يخشوا المجموعه او بتفتش البوستات بتاعتهم الكاتبينها عشان تصادق عليها وتنزل المجموعه. معناه انا مصلحتي ومصلحتك واحده, انه انت تسال سؤالك وزول يجاوب لك عليه. انا ما مصلحتي انه انا ارفض لك البوست بتاعك, لكن في قوانين بتاعت نشر. القوانين دي قعدوا كميه بتاعت دكاتره وبروفات ونظروا وسووا وشافوا المجموعات الثانيه والبيست براكتس وقام طلعوا الحاجات دي. هي ما كتاب مقدس منزل, انما حاجات بتخضع للمراجعه والناس بتيجي تقترح فيها وتعدلها والى اخره. لكن الموجود لحد هسه حاليا احنا مقتنعين بانه والله يا اخي بكفي الحاجات ضوابط النشر, فالناس تلتزم بضوابط النشر. بكل اسف ان احنا من الاسئله بتاعتنا لما تيجي تخش المجموعه في واحد من الاسئله يقول لك هل قريت ضوابط النشر القوانين بتاعت المجموعه؟ بكل اسف يا اما الناس ما جاوبت على السؤال ده قالت نعم, يا اما ما قروها وقالوا نعم. فزول ما قرا القوانين بتاعت النشر لازم يجي يدق جرس في يوم من الايام يقول يا اخوان والله ما نشرتوا لي بوستي مالكم. والعجب الناس اللي بيقول لك انتم مالكم, انتم بس تنشروا الكنداكات ما بتنشروا للشفاته. يعني حاجات كده بعض المرات بتكون سيئه. ليه؟ لانها بتاذي نفسيات المتطوعين في الاشراف على المجموعه. يعني زول انت بتكون قاعد 6 ساعات في اليوم عشان تشوف البوست ده وتشوف البروفايل ده والى اخره, ودي جداد الكترونيه وده ما عارف شنو ده, تقعد تراجع في الكلام ده وتلقى في نص الكلام تعليق لانه والله يا اخي انتوا بايست, انتوا متحيزين لسين ومتحيزين لصاد. في حين انه سين ذاته ممكن يكون مثلا ما قرا او عين هو مثلا الجنجر. اي ما هي المشكله انه الزول الاشياء الصحيحه وجاء اخترق القوانين اللي بالضبط. الزول بيحملك مسؤوليه خطأه هو, يعني هو خطأه انه ما فتش ما قرا القوانين ما عمل, بيحملك المسؤوليه انت ده. المهم في الموضوع بالنسبه للسؤال بتاعك اللي هو السؤال بتاع انه ما عندنا اكسس حاليا, ما عندنا اكسس بسبب العقوبات, صح؟ نحن نسال الله انه الحكومه المدنيه الجايه تكون مدنيه جد, لانه لو ما بقت مدنيه نحن هنكون بنكرر نفس السيناريو اللي فات, السيناريو بتاع الدوله الراعيه للارهاب. اخواننا لا يخفى على احد انه السودان كان فيه كميه بتاع مجموعات متطرفه وبيدعم مجموعات متطرفه في دول ثانيه. يعني جماعه بوكو حرام ديل كان مدعومين من داخل السودان, في جماعات في ليبيا كان مدعومين من داخل السودان, في جماعات معارضه لجنوب السودان ولا كان مدعومين من داخل السودان. يعني جهاز الامن ده الغزاف هنا في البلد دي عشان تطلع الا بحكومه مدنيه, حكومه عسكريه ما بتعملها.
وعندنا جيش في اليمن وعندنا مشاكل كثيرة جدا جدا كلها بتلف في فلك الأمن. فالناس البرة ديل عندهم مصالح يعني. ما في بلد عبارة عن جمعية خيرية للسودان. كل زول داير مصلحته to be served. إنه تخدم مصلحته. العالم كله فيه اتجاه عالمي لمحاربة الإرهاب والتطرف. السودان برضو بلد كان hot spot للmoney laundry. غسيل الأموال. كمية بتاعت ناس يوم يقروشهم هنا ده اشتروا مباني ومصانع وما عارف شنو. باعوها دخلوا القروش في نظام المصرف يحول القروش برا وتخارجوا. فدي كل حاجات لازم تضبط. مكافحة الفساد، مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب. دي حاجات احنا لازم نوقع الاتفاقيات الدولية اللي بتخلينا جزء من العالم ده. مش كده؟ احنا معزولين من سنة 97 بقوانين بتاعت أمم المتحدة وكونغرس وإلى آخره. يبقى بالتالي الحكومة المدنية لما تجي بتطالب بإسقاط الديون علينا، بتطالب بإنه يترفع عنا أي عقوبات، بالتالي بتفتح الباب بتاع الاستثمار وإلى آخره. وأنا ده متوقع ومتفائل بالعقول السودانية الموجودة إنه شركات زي مايكروسوفت، زي فيسبوك، شركات زي جنرال إلكتريك، شركات أوروبية، ديل كلهم يا أخواننا بالهيومن ريسورس اللي عندنا، الموارد البشرية، بيجي يعملوا مصالح هنا ده. يكون في مراكز تاعت بحوث يعني. ناسي في كينيا في مركز بتاع بحث بتاع مايكروسوفت، مايكروسوفت ريسيرش عنده فرع في كينيا وفي رواندا، ناس فيسبوك عندهم فرع. اللي بيمنع شنو هنا في مصر فيه؟ اللي بيمنع شنو إنه يكون موجود؟ احنا على المستوى الشخصي بنعرف الناس يعني شغالين مايكروسوفت وفي فيسبوك وفي غيره يعني. فما في شيء بيمنع لانه مصلحه ومخدومه يعني. بالنسبه للموضوع بتاع شرح التخصصات، يسعدنا انه معانا كابتن طيار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الكريم. انا والله طبعا يعني جيت مع الدكتور باب الدين ودكتور علاء، وجينا نسلم على دكتور أنور، وأنا شايف إنه في عمل ممتاز جدا ماشي هنا. فقمت طوالي قريت هناك إنه يقول لك الطفل الصغير أول سؤال لما تسأله يقول له يا أخي أنت داير تبقى شنو؟ قال طوالي بيقول داير أبقى طيار. أنا ذاتي كنت زي الطفل ده زمان. الحاجة اللي أنا داير أقولها إنه والله العظيم لما تلقى شغل زي ده موجود في السودان وطريقة بتاعت معلومات وعي، أنا أفتكر دي يعني إحنا نشكر الثورة السودانية ولا نشكر منو البشير ذاته لأنه في حقيقة يعني الكلام ده أنا متأكد جدا إنه الحاجات اللي أنتوا لقيتوها الآن جاتكم الآن دي إحنا ما عندنا. أنا لما قريت طيران كنت برسل لأمريكا بالبريد، تخيلوا الكلام ده، وفتش أصحابنا عشان يدوني رقم أو تلفون أو صندوق البريد بتاع الأكاديمية بتاع الطيران الموجودة في أمريكا. بفتش بعد ده يقوموا لي يدوني صندوق البريد وقوم أرسل، والخطاب يجيني بعد 15 يوم، بعض مرات شهر حتى نجيك الرد من الجامعة. انتوا الآن بس بجرد يعني تعملوا كليك بتجيبوا العالم ده كله قدامكم. مش كمان بتجيبوا قدامكم، يجيكم دكتور أنور ده يجيكم من برا ويعمل لكم شغل زي ده ويدوكم معلومة. مش انتوا محظوظين؟ محظوظين ولا نفتكر؟ والله يعني طبعا العالم اتغير. أنا بقول برضو غير حظكم العالم اتغير. أنا قريت طيران في أمريكا سنة، أقول لكم ولا ما في داعي؟ طيب عشان أنا أقرأ طيران زمان أهلنا ما عندهم قروش كثيرة، ما عندنا يعني ما في زول بودو يقرأ طيران بالمعنى يعني، بعد تعب حتى تعمل حاجة. يلا أهم حاجة عندكم أنا أفتكر إنها هي الإرادة، دي أهم حاجة في الإنسان. شوف أي حاجة أنتوا عايزينها في الدنيا دي ممكن تعملوها، لكن أهم حاجة يكون بالخير والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والزول يكون متأكد من الصيغة بتاعته بالغيم. أي شيء في الدنيا بتجيب الفاليوز والغيم. طيب مشيت أقرأ، ما عندي قروش. كانت في حاجة جات اسمها السعودية، فترة بتاعت السعودية دي، قلت يا أخي طيب خلينا نمشي السعودية. مشيت السعودية ما لقيت شغل، ما عندي غامة. اشتغلت شنو؟ سباك. تمام؟
والسباق دي ما طوالي طبعا، بجي مع الجماعة بقوم بعمل الماسورة وبكسر الحيطة بديوني قروش. الوقت ده كان في قروش كثيرة مساعي السباق أول مساعي السباق كويس. يلا داير أوريكم الإرادة، يعني الإنسان لما يكون عنده إرادة، وداير أوريكم العولمة والحياة اللي بيقدموها لكم الدكتور دي حاجات مهمة جدا مفروض تركزوا عشان تنجحوا بها إن شاء الله. اشتغلت في السعودية 9 شهور كنت سباق شاطر، عملت قروش كويسة جدا. جاتني الـ من امريكا جاء جواب الثاني انه والله يا اخي الاكاديميه دي في ولايه تكساس كذا كذا كذا. طبعا الناس زمان كان بيشيلوا القروش دي، واحد بيجي طوالي يشتري له عربيه الافتباك زمان كان اسمها، ويتزوج ويشيل له شنطه سونسونايت وكذا. لكن اذا عندك اراده انت دار تتطور دائما فكر انك تتعلم، ابحث شوف البحوث افتح يعني راجح يعني طور نفسك دائما. عشان تطور نفسك بتطور عقلك، طورت عقلك بعد ذاك انت يعني تدرس وتتعلم وكذا بتطور مادياتك. مش الزول يكون داير ماهيه كثيره، ولا احسن يكون ماهيه شغال بماهيه صغيره لعمره كله، وانت كل مره بتدرس وبتزيد عشان تحسن حالتك الاجتماعيه. قريت في امريكا واشتغلت برضو في اسمها شنو هي المحلات بتاعت الماكدونالدز والكذا وكذا والوول مارت وكذا. لكن مجرد انا ما خلصتها طوالي مركت من امريكا، كنت شغال، انا شغال في امريكا الويكند بشتغل وبقرا طيران. الحمد لله خلصت طيران جيت السعوديه اشتغلت في المملكه العربيه السعوديه، كنت شغال فيها سباك لغايه ما بقيت رئيس طيارين. اشتغلتها بقيت رئيس طيارين وتزوجت الحمد لله وكذا. تاني قلت يا اخي انا بلدي دي احسن لي اجي السودان. جيت السودان وقلت يا اخي انا اعمل شنو؟ اهم حاجه يكون في جيل زيكم كده انا اطوره، خلينا نعمل شركه طيران. عملت شركه طيران كان فيها موظف واحد هاندلنج، شركه هاندلنج موجوده هنا في مطار الخرطوم. عزبوني الجماعه دي تطلعوا روحي، لكن الله كان معي الحمد لله. وبقول لكم الإرادة دي أهم حاجة في الدنيا، أهم حاجة الإرادة دي والتركيز والفاليوز الغيم بتاعت الإنسان هي اللي بتطوره. الآن أنا عندي 700 موظف ما شاء الله. بس أقول لكم حاجة، مطار الخرطوم ده مطار منتهي تماما. ليه منتهي تماما؟ لأنه ما في مطار في الدنيا او افييشن في الدنيا ولا طيران في الدنيا انت بتجيب له عسكري ولا بتاع امن زي اللي حصل في الخطوط السودانيه دي، دمروها تماما لانه ما بيخطوا الانسان المناسب في المكان المناسب. مؤتمر وطني انت بتجيب دي اللي هي كانت الاسم التمكين المكنه وكسرت البلد اللي هي زي السرطان. اي حته فيها تمكين معناه انتهت تماما. اي حته تخيلوا الكلام ده، يلا تخيلوا انه في مطار او في شركه هسه دي انا بيجيبوني طيار او اكون دكتور يجيبوني قائد القوات البريه، مستحيل طبعا. طيب يجيبوا قائد القوات البريه عشان يمسك مدير لمطارات السودان كلها ليه؟ ده ما تكسير، ده تمكين وتكسير. هل السودانيين ديل كلهم ما فيهم زول بيفهم في المجال ده؟ لا، في ناس شغالين في القطرية، في ناس شغالين في ناسا، في ناس شغالين في أمريكا. عندنا كوادر ممتازة وناس غيمين وشغالين بمسل، كيف إنه ما يجوا بلدهم عشان يطوروا مطارهم المحفد ده مكسر ده اللي هو كله؟ لما يجي التلفزيون المشكلة كلها بيقول لك يتكلم عن الحمامات، حمامات نظيفة، الحمامات الدنيا تغيرت. سنة ما بقول لكم السنة برضه سنة كويس 87 حقيقة. أنا كنت في أتلانتا، مطار أتلانتا. المطار كان ضخم جدا كبير جدا، كنا بنمشي ندرس بعد مرات نعمل تريننج هناك. القطر بيجي، القطر بيمشي من ستيشن لحتة تانية، القطر بيتكلم براو يقول لك كلوز دور اوبن دور اقعد. ده شهر 87. لكن لو جيت انت هنا
هسه السودان سنة 87 و88 و89 قلت لكم والله القطر بيتكلم بيقول لك الزول ده مجنون. الآن القطر بيتكلم في دبي، مطار دبي الآن. يلا شوف احنا متأخرين كيف، شوف الزمن اللي احنا فقدناه بالحتة بتاعت الحاجة اللي اسمها التمكين دي عملت شنو؟ كسرت بلد، كسرت مستقبل، دمرت ناس، دمرت أسر. جماعة الحاجة اللي اتعملت في الفترة بتاعت الإنغاذ دي حاجة كريهة وحاجة أصل الإنسان ما يتخيلها. الناس ديل أنا زيل ما عندهم عقول، لا بشر لا عندهم، ماتوا ناس، انفصل الجنوب، اتعمل كذا وكذا. وتاني برجع عليكم أقول لكم إن من تقوم ثورة زي دي عندها أسس الثورة بتاعتنا دي اسمها يا جماعة ثورة القيم والأخلاق والفاليو، ما ثورة عادية. وهذا الأساس أن احنا نتمسك بالقيم والأخلاق والفاليو دي عشان نبني بالبلد. ما في بلد، لا بلد لا أسرة لا نادي لا مركز لا كذا، ما بتبني بدون فاليو. ما في، ما في حاجة. هسه تجيبوا لي زول من القطة زي يقولوا قاري أي حاجة في الدنيا وحرامي، بينفع؟ طيب تجيبوا لكم زول كده تمسكوا رئيس ويبقى كذاب، بينفع؟ ما زي صاحبكم هسه في السجن ده، ما كذاب، بيكذب علينا وصاحبنا لانه قاعد ما طالع في ظهرنا، طالع في ظهرك، ماشي معك اي حته، في المواصلات طالع في ظهرك، في تمشي الدكان طالع في ظهرك، تمشي تجيب في البنزين طالع في ظهرك. يلا الحاجه دي كلها ما ده الليدر شيب الفوق، هو شنو اللي بيكسر الحاجه؟ الليدر. اذا الليدر ده ما كان صالح ولا عنده فاليو ولا عنده قيم، ده بيكسر اي حاجه، بيكسر حتى الاسره. انا افتكر دائما انتوا الوعي بتاعكم بيجوكم، يلا دائما عينوا حتى الثوره بتاعتنا دي يا جماعه ما انتهت. الثوره بتاعتنا دي الان ضحوا فيها الناس وكذا، دي بدايه للثوره. هتقوم ثوره تاني داخليه، داخل احزابنا السياسيه، داخل مجتمعاتنا، داخل المستشفيات، داخل المطارات. لازم تقوم ثوره اخرى تعدل المفهوم كيف تبنى الحاجات دي. الاحزاب دي ذاتها تبنى كيف؟ احنا ذاتنا حسه بنقول اذا جابوا لنا ناس في الفتره الجايه دي، الفتره الجايه دي حتى جات الديمقراطيه دي، احنا دايرين ولد الديمقراطيه ده يكون ولد قوي، ولد عنده اخلاق، ولد عنده كل المسل اللي بتبني البلد دي. حتى الديمقراطيه لما تجي يا جماعه الثوره دي ما بتجيف نهايه، ما بتجيف، لانه نحن دايرين ناس فعلا حقيقيين يبنوا لنا بلدنا دي بطريقه نحن نشوفها بطريقه تانية. هسه في زول بيزعلوا يا جماعه. مثلا انا هسه كنت بتكلم مع الدكتور ده، قلت له لو جبتني رئيس وزراء بجي اقول لك اول حاجه اي وزير يجي كان تكنوقراط ولا غيره، تعال وقع الورقة دي، قول اكتب هنا وقع، قول انا هاشتغل اذا في اي فساد مالي ولا اداري اعدم طوالي، اقطعوا راسي. ما كفاية مش كده؟ هو اي احنا الناس سرقت وعملت وسوت وكسرت وكذا، لكن الولد بتاعنا الجديد ده لازم يكون ولد متعافي تماما تماما، لازم يكون جديد لنج، مفاهيم لنج، ونحن دارين شباب لنج، شباب جداد تماما. الجيل الجديد ده أنا سميهم جيل جيلين، ما جيل واحد، جيل جديد كان صغير عمره 12 و17 و16 سنة، وفي جيل تاني من 16 لغاية 20 22 23 سنة. ديل جيلين العمل الثورة دي، نحن جينا وراهم. هديك عندنا خيمة هنا تحت الرياضيين دي، أنا مغرر تجمع الرياضيين السودانيين. يلا انت ليه بقيت مغرر تجمع مع الرئيس؟ بعد ما اشتغلت شغلي ده السياسة غلبتني، خليتها لقيت ما بقدر اقدم فيها للمجتمع. انا عايز اقدم للمجتمع واخواني الصغار واهلي ديل اقدم يا طريق، بيعملوا لك بلوك طوالي فوق، ما بتقدر. بقيت رئيس نادي والنبوي، اهلي جابوني بقيت رئيس نادي والنبوي. يلا تحارب المخدرات، تكلم مع الشباب، تبني لك جامع جوا، تشوف اخوانك واهلك الصغار ديل يتربوا قدامك وطلعوا مشوا لفوق. يلا ده اللي احنا بنبحث عنه. الناس دايما تفتش كيف تقدر تخدم اهلها، ما شرط تبقى وزير ولا سفير ولا كذا، في شغل منظمات، شغل جمعيات خيريه الناس تمشي فيه.
يلا تاني انا بشكر الله سبحانه وتعالى انه زي الدكتور ده موجود الان في الخيمه دي البعيده دي. والله خيمتك دي المفروض تكون في النص هناك مين يستمعوا لي هناك في الـ في الـ في الـ في الـ المنصه الكبيره، لانه الشغل اللي بتعمله فيه ده ما سهل. في يا جماعه في زول بيجي ياخد قروش هنا تحت هنا 10 جنيه 30 جنيه ده مجانا فري، يعني ده تطوع من عندهم هنا شال عصارة الحاجة في راسه ودار يديكم ليه. كل سنة وانتم طيبين. طيب نحن عندنا مبادرة هنا كابتن طالما انت موجود، عندنا مبادرة بتاعة منح دراسية وتدريبية لسوار أعلى النفق والمتاريس والخدمات، الناس الصابنا في المتاريس والناس اللي بيلهمونا كل يوم بدل دل دل مدنية دل دل دل، والشباب اللي قاعدين في المطابخ بيقدموا الأكل والشراب للناس وكده. عندنا مبادرة بتاعت منح دراسية وتدريبية، في ناس بيكون الواحد داير تدريب مهني، داير كورس بتاع سباكة بتاع خراطة بتاع ميكانيكا، في زول تاني داير له منحة دراسية أكاديمية، في زول داير يتدرب بس يعني هو خريج وداير مكان يتدرب فيه بحيث انه يبقى مؤهل لشغل. فاحنا شايفين انك انت ممكن تقدم مبادرة بتاع التدريب، تقدم منح بتاع التدريب في الشركة بتاعتك في الشغل بتاع الجراوند هاندلينج لناس ممكن يشتغلوا معاك لمدة 3 شهور ويبقوا مؤهلين بعد ذاك لأنهم يشتغلوا في الشغل بتاع خدمات المطار، مش كده؟ فهل أنت معانا في المبادرة دي؟ والله أنت غششته ولا حاجة يا دكتور؟ ما غششت لكن بدار أقول يا دكتور الله يجزيك خير دكتور تعال تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور باب الدين أبسام من الجبلين. طبعا الناس كلها هاجرت هنا يعني. أول حاجة أنا أشكر كل الجمع الكريم الموجودين وأقدم الشكر الجزيل لكابتن عادل المفتي. الحقيقة كابتن عادل المفتي لنا 6 سنوات نحن كأساتذة جامعيين قدم لنا نفسه وبصراحة وقدم خدمات كثيرة جدا، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. وكانت كلها للشباب، عنده قراءة كانت متقدمة جدا، وحتى يمكن هو عنده كتاب بصدد هذه المسألة. لنا 6 سنين فاتح لنا الأكاديمية بتاعته تدريب مجاني لمجموعات كثيرة من الشباب الجامعات، دي كانت نعم كلها كانت في تطوير الذات والتنمية البشرية. فأنا أخلي الفرصة يعني، وأنا متأكد والأكاديمية مفتوحة للتدريب، وممكن هو يتحدث عنها بصورة أفضل مني أنا. والله طبعا عشان الإنسان يعني الشباب يتطور لازم يلقى له حتة يتدرب فيها. احنا عندنا اكاديميه بتاعه الطيران للهاندلنج دي بتعمل خدمات في مطار الخرطوم، والاكاديميه دي بدت لها زي 4 سنوات تقريبا. احنا بندرس ده الشغل الوسيط، اغلب الناس اللي بيشتغلوا بيعملوا اي تي بيعملوا كذا وحاجه زي دي، بيجي من يجي يقروا عندنا الحته بتاع الطيران ده بيكون غير مجال تماما، يلا مشى لحته هو ممكن يتطور فيها ويمشي لها قدام. انا اديكم واحده من بناتنا اللي اشتغلت او قرت عندنا في الاكاديميه واشتغلت، اسمها شزه مالك، شاطره جدا، جات قرت عندنا واشتغلت في الشركه، والكلام ده قبل سنين طويله اول بدايه الشركه. قامت قلت لي يا اخي والله انا بحب مجال السيفتي، عايز امشي السيفتي بعد الحاجات الكورسات اللي اديناها، فديناها قلنا ليه خلاص جدا دار تمشي. قالت والله دار تقدم في الأمم المتحدة لكن عايز ريكومنديشن. لا جدا طوالي، أي شاب عندنا إحنا دار عندنا أو اشتغل عندنا دار يتطور يمشي لقدام طوالي بندي فرصة. فأنا كتبت لها خطاب للأمم المتحدة شالته شغلوها في الأمم المتحدة، اشتغلت في الأمم المتحدة بقت تمشي الفاشر ما بعرف وين وكذا. الآن بنتكم دي السودانية دي الآن مدير السيفتي في الأمم المتحدة لأفريقيا كلها وموجودة في رواندا الآن. يلا الشباب الحتة بتاعت الدراسة والشباب والتغيير بتاع المستقبل، لأنه أغلب الناس ممكن يشتغلوا آي تي ويلقوا شغل آي تي، يمشي ممكن يقرأ
طيران ممكن يقرأ حاجات بسيطة تأهله تخليه هو يغير المستقبل بتاعه ده يواصل في المستقبل ده ويمشي لقدام. عندنا واحد برضو تاني عندنا ناس كتار جدا كانوا شغالين معنا في الشركة دي بقول لي يا أخي اسمع انت الناس دي ما بيمرقوا منك طوالي طوالي يا أخي وده مش وين وده قلت لهم هو ده أنا اللي بفتش له إنه يكون في جيل شباب صغار يتطوروا ويمشوا لقدام وبعد ذاك يقوم يتزوج وبعد ذاك يقوم مهيته تزيد في شركة تانية ويطلع يمشي الخليج يشتغل. طيب انت داري شنو من الدنيا أكثر من كده؟ اديت رسالتك رسالتك الرسالة بتاعتك أبنائك في البيت أبنائك في الحي أبنائك في المنطقة أبنائك في السودان أي وقت تلقى طريقة إنك تساعدهم go ahead طوالي ولا تتردد عشان أنت ده الوقت اللي أنت بتمشي تنوم فيه وسعيد تكون مبسوط. يعني هسه الدكتور ده قعدته دي هسه في الكرسي ده مش متعبة الليل كله واليوم الثاني والقبل وكذا داير شنو غير إنه يعمل لكم الوعي يزيد لكم الوعي المساحة بتاعت الوعي وداير شنو غير إنكم تمشوا تتطوروا أنتوا حتمشوا من هنا عقولكم فيها تفكير جديد بطريقة جديدة ورأي جديد ممكن إرادة جديدة ممكن تنوم تقوم الصباح والله الكلام مبارح ده خلاني أنا أمشي أدق الباب أقرأ أعمل أسوي أتطور أتصل أقوم أعمل لازم تتحرك تمشي تعمل حاجة عشان تمشي لقدام. فأنا أفتكر يلا أغلب الناس ديل بيمشوا الشركات التانية الكبيرة دي بقول لهم ده المين ده أهم حاجة عندنا إنه يمشي يشتغل في الخطوط الغطيرة مدير يشتغل يبقى الحاجة التانية. هو كان أنا شفته أول ما جاء ما بعرف يعني الطيارة دي شوية كده عين كده يتلفتون لكن بعد شوية بيلقى نفسه إنه هو يتعلم ومشى وتطور لقدام. إحنا عندنا في كل فصل 2 مجانا نحن عندنا في كل فصل 2 مجانا وعشان الدكتور ده أنا هعمله 4 مجانا يجيب ناس يعني هجاهدين. شكرا لك يا كابتن عادل المفتي. يا اخوانا عشان تعرفوا البشريات يعني البشريات الرمضانية وان شاء الله ربنا زي يقولوا يحقق احلامنا كلها وصبتنا دي ان شاء الله تصل لمنتهاها. فدي لسه 4 منح ان شاء الله من الاكاديمية الكابتن عادل المفتي ان شاء الله هتمشي للناس المستحقين في اعلى النفق والمتاريس وناس الخدمات. احنا هنكون حريصين اخواننا انه المنح دي تمشي للناس المستحقين لكن حتى الما مستحق. وندار احنا قاعدين نوريكم في المجموعة احنا خدماتها قاعدين نقدمها 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة. الحاجة دي اخواننا احنا الاستثمار ده بنعمله لانه ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتودي بلدنا لقدام. فمنفعتكم انتو واستفادتكم انتو دي ها استفادتنا. بيقولوا دايما انه في نفرين ممكن يحبوك حب غير مشروط. حب الغير مشروط ده بناسبة صعب جدا جدا. أمك بتحبك حب غير مشروط كنت طويل قصير أخضر ولد أحلى زول في الدنيا. والأستاذ ده بيكون دايرك تطلع أحسن منه. تلقى الأستاذ هو أستاذ وخريجينه كابتن طيار ودكتور وباحث ومهندس ليلا هو دايرهم بيكون أفضل منه. الريورد بتاعه المكافأة بتاعت الأستاذ إنه طالبه ينجح. فنحن بنشتغل بالروح دي وكلها مسكونة بحب الوطن يا اخوان. انه ان شاء الله الناس تحصل على المنح الدراسية تبقى افضل مننا نحن الاف المرات. ده نجاحنا الحقيقي. ودي الحاجة المطلوبة عشان انه السودان وكل العالم ده يمشي لقدام. فيا اخي نشكرك جزيلا يا كابتن. الله يديك الصحة والعافية وكثر من امثالك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يديك العافية. برسل لك الفورم ان شاء الله بتاع جهات المنحة. وانت جهز ناسك برضو يا دكتور انور. جهز الشباب العاوزين ان شاء الله بعد الامور والانتصار بتاع بعد ما ننتصر بعد الصبه اي بعد الصبه دي ان شاء الله للمفتي يستضيفنا في مركزه في التنميه البشريه وتطوير الذات. وايضا معنا دكتور علاء برضو عنده مركز وعنده تدريب وحيشارك معنا. تعال احنا هنا بناخذ بلجز بناخذ تعهدات. ايوه تفضل. طبعا كابتن عادل لما يتكلم ثاني كلام نعم ما في كلام. طبعا يا جماعه موضوع التدريب ده يمكن اهم حاجه. الانغاز جد جهلت الناس وكانت طبعا غاز يكون في جهل يعني كل حد خريجين كثيرين جدا لكن ما عندهم مهارات. دي مشكلتهم. المهارات تجي من شنو؟ من التدريب.
التدريب الآني ما أركز موضوع التدريب ده بالذات. كل ما جاتنا فرص اللي هتاح لنا كابتن عادل دي هي المطلوبة، التدريب ثم التدريب ثم التدريب، مهارات جديدة، سوق عمل جديد، ممكن تغير مجالك كويس. فنحن أهم حاجة عندنا الفرص تمشي فعلا للجور اللي بيستحقها. كنت عندك طبعا قلت فورم لل... أي في فورم للناس الدائرين المنح وفي فورم للجهات المنح، ونحن بنعمل الماتش ده بينهم. نحن جاهزين بغايته. الله يديك العافية. ما عندك أي مشكلة. الله يديك العافية. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. الله يديك. السلام عليكم. شايفين يا شباب البشريات يعني كيف؟ يعني ما مشينا فتشناهم، الناس يعني الكابتن والدكتور جوا لحد هنا ده وعرضوا خدماتهم وكده. فاخواننا الحته دي من ما كانت مجرد فكره بس في انه نكون الباحثين السودانيين عندهم مسرح ومنبر وبرنامج يومي كالتزام وطني لازم كل يوم يكون موجود، لانه هسه حاليا بيتكلم على ثلاثه مبادرات انطلقت من الحته دي المنبر ده. أولهم لا للعنصرية نعم للتنوع، شايفينها وراكم دي، دي مجموعة بتاعت شباب ثوري رائع جدا من الكنداكات والشفاتة، قالوا إنه أخواننا من اعتصامنا ده أن إحنا لازم نحارب العنصرية ونحتفي بالتنوع. والمبادرة ماشية وعندها صفحة في الفيسبوك، الناس يا أخواننا تعمل لها لايك وفولو. دي نمرة واحد. نمرة اثنين المبادرة بتاعت المنح الدراسية والتدريبية لسوار على النفق والمتاريس والخدمات، دي المبادرة الثانية. المشرف عليها بروفيسور شريف فضل، هو زول يعني ما شاء الله جينا ناقش مرتين وثلاثة، وإن شاء الله بكرة يكون عندنا اجتماع ثاني حول المستجدات بتاعتها. نمرة ثلاثة بكرة إن شاء الله في المسرح ده هيجي بروفيسور حسن بلة. حسن بلة يا أخوان هو استشاري مجلس التخصصات الطبية، أي طبيب بيعرف إنه التخصص بتاعه لما يقدر يعمله بيعمله وين، حتى فيها 43 تخصص طبي مختلف، فهو مستشار ومعروف عنه إنه من أفضل الباحثين في السودان. كان بروفيسور وبراكتيشنر في مستشفى جونز هوبكنز، ده أول مستشفى في العالم، يعني أي مرض كده ما أعرف ليه علاج ولا بتاع بيكون هناك. تخيلوا زول بالكفاءة دي قدم مبادرة بتاعت إنه يتعمل بحث علمي على مستوى الاعتصام عشان نطلع بالنتائج التالية. ما هي السؤال بتاع البحث، ما هي اتجاهات وتطلعات الشباب للمستقبل؟ ده هيكون بحث علمي هيتعمل فيه qualitative research اللي هو بحث نوعي. البحث ده هيطلع التطلعات والتوجهات بتاعت الشباب عشان الحكومة المدنية الجاية تاخد قرارات بناء على بحث علمي من هنا من محيط الاعتصام ده. فبكرة إن شاء الله المبادرة دي هتتناقش هنا، هنعمل تدريب، ودي فرصة كويسة جدا لأي زول داري يتطوع في إنه يمارس الحاجة اللي قراها نظريا بتاعت كيف أعمل أجري بحث نوعي. يعني مناهج البحث القرينها نظريا في فرصة بكرة بأنه تتدرب وتطبقها وتشوف نتائجها كانت شكلها كيف، تكون جزء من الموضوع ده. إحنا محتاجين 240 متطوع عبارة عن 20 فوكس جروب، كل جروب فيه 12. فمن بكرة هنا ده الدار التطوع يجي بكرة يحضر التقديم بتاع المبادرة ويقول أن دار التطوع هتشال، هتبقى جزء. كل جروب هيكون فيه 3 باحثين، باحث كل جروب بتاع 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 فوكل هيكون فيه فوكس جروب، كل جروب هيكون فيه 3، واحد احتياطي واثنين باحثين بيجروا المقابله، بيسجلوا الكلام، بيشيلوا يفرغوا الكلام، بيحصل له تحليل، بعد ذاك النتائج طلعت منه شنو هتتكتب في ورقه علميه. فديل 3 مبادرات يا اخواننا مما كان بس والله في مجرد مسرح هنا خشب، لانه بقت في حاجات ممكن تغير مستقبلنا. فاخواننا شوفوا القوه بتاعت المبادره، انه الزول يبادر يقول والله يا اخي انا دار اعمل حاجه، دار اسد الثغره الفلانيه، انه الاعتصام ده موجود فيه منابر كثيره جدا جدا، ناس بتتكلم عن السياسه، ناس مشغلين والله اسمه شنو ده جنجوي ضربات، وفي ناس ثانيين مهتمين بمستقبل الناس كلها. فده بيعملوا الباحثين يا اخوان. فنواصل احنا في النقاش بتاعنا بتاع الباحثين السودانيين. اذكركم الجلسه دي جلسه اسمها جلسه الحواريه الباحثين السودانيين، المشاكل وآفاق الحلول، بتتكلم عن المشاكل لكن بتقدم معاها افق لحل من واقع تخصصك. تفضل. تعال تعال.
يا اخي ليه يا اخي انا ده جايين يحلوا مشكله التعليم. التعليم اهم حاجه. لو علمت الانسان بعد دخلت ثاني ممكن يعمل حياه في راسه. نعم نعم. احنا الطلبه كونك تصدق الطالب كونك تصدق الطالب مبتكر في ماده واحده او حاجه زي عنده ميول لحاجه واحده ده غلط منك كبير، لانه دي حاجه بيعشقه او رغبته. نعم نعم اي انا لا هو من معلمين احنا معلمين في هنا ياسين منتظرين اي معلم تفضل اي تفضل معلم انا بتفق معاك انه ما عندنا معلم ما بي معلم بس كمان ما عندي اغلب التعليم ما بعرف بكتب ولا بعرف بقرا حسب الاشكال حسب الاشكال الاشكال يعني رغم انت قشايل 14 كتاب اول حاجه اي طالب تلقاه مشايلينه ليك حكاية كم 20 كتاب يمشي المدرسة فتران ويجي فتران بنوم تسأل الدوك شنو بكون ذاته ما فهمي حاجة في إشكال يلا عشان نحيل الإشكال ده أول حاجة عاوزين إعادة تأهيل المعلم ذاته دي تأهيل المناهج وتاني البنية بتاعت المدارس يعني أهم حاجة دارين المدارس ذاتنا المدارس بتاعت الجخيس المدارس بتاعت بري تكون شكل واحد عشان الطالب ذاته يرتقي بالتعليم ذاته لانه بيحس انه المدرسه زمان كان المدرسه بشكل واحد مبنيه تلقى ببرندا ستاندر ما دارين مدارس عمارات وما دارين مدارس هو ترجع الاساس بتاعنا للستاندر القديم عشان اي طالب لو مشى اللبيد يشوف المدرسه نفس المدرسه بتاعته في الخرطوم ما في اختلاف لكن لا يمكن انا اجي مدرسه المجلس الافريقي يلعبوا طايره يلعبوا سباحه ويدوا الحدائق اسمها شنو الجمال روتانا دي وانا هنا ولدي هناك بيلعب شدد وبيلعب كرش الرمي يا اخواننا ها سكج مكج ومرتك شغالين سكسك طيب طيب انا ده المسكين ده عقليته ده بتاع سكج مكج ده حيطور لي بشنو وداك هناك بيدوا له ايباد يلعب فوقه حاسس لما تيجي تقول تعال سوي انا مالي ماشي العب لي حرينا يلا نحدد نقله حقيقيه انه التعليم ده يسهر في اولادنا وقبل في واحد ما شاء الله يعني بشرنا قال انه مدام بخت الرضا ترجع عارف انه التعليم رجع لاصله ودي اساس التعليم بتاعنا اسمه بخت الرضا حس ان احنا عندنا ما شاء الله اساتذه ومشرفين مربيين قاعدين لليله والله العظيم لما نشوف التعليم ده بكوا بدموعهم لما نشوف له طالب ما هنا يساله احنا زمان انا ساكن بري طبعا زمان شفاته يا زمان احنا نيجي نبر يا اخواننا عشان نيجي نعين جامعة الخرطوم ليه؟ طالب جامعة الخرطوم ده كان تلقى مهندس ما شاء الله لابس وشاقي ونظيف والله احنا نيجي عشان نخش الكافتيريا بتاعته بس ده نشوف يا اخي اول حاجه سلوك لما يجي يقعد كده بيقعد لك بطريقه بتاعت زول متعلم فعلا باحترام الناس بيخشوا في الطرابيز بيقعدوا عشان يتناولوا الوجبه. بعد شويه بنلقى شنو؟ يقول كنت برا يقول لك تعال 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 يقعدوك جنبهم. ده كانت بدينا الحافز لازم نقرا لازم نتطور. يعني احنا كما قرينا والله العظيم يا اخواننا نفس الشيء التعليم ما لم يرتفع يعني احنا حنكون كده. حس اليمن الرفع عنه رفعناه عن احنا. الامارات الرفع عنه رفعناه عن احنا السودانيين. الدكاترة بتاعين العقول السودانية ساعدت في تطوير العرب الحسي حسهم لحد الآن مصرين يخطونا تحتهم ولكن دي نحن نقول لهم كلا أن إحنا حنكون فوقكم عليكم وزي ما كنا في البداية رفعناكم ونفوت عليكم إن شاء الله
على قال لك وريك هنا بتاع النهود تعال النهود بقى النهود وصلت ولا مرقت ولا شو؟ ده اول حاجه عندهم سجن يتهدم بالمساجين ما صاروا. هو يا جماعه السلام عليكم يا جماعه. انا والله ما مقتنع في كونه في ناس يكونوا متعلمين زي في السودان. الله اكبر والله ما صارت فاجات ذات وخلانا انا اتكلم. كنت شغال في البترول. حبابه امي لط ما عارف اي حاجه. جابوا لنا مهندس. طبعا في حاجه بالانجليزي وحاجه زي دي والله ما عارفين لكن عارفين مجال الخطر. بيجوا يسالنا الحته الخطر وين الحته الجيش المكتوب فيها. انت زو قاري ما عندك علاقه بالانجليزي كيف؟ خشيت الجامعه دي كيف؟ يا واحد بصراحه كده مين اولاد الجبال؟ ما في داعي لذكر الكلام الشين وما في داعي للجهويه. قال يا جماعه يا ابو زيد قدم اوراقه ولقينا اوراقه ما شاء الله والله. من واحد كده متعلمين معانا وجاي شالوا ال ود المطار وطني ده قام مطرده. قال والله التعيين انتهى وحاجه دي. والله زول جاب الشاكوش ما بعرف. والله الشاكوش ما بعرف. يا ما دي جهويه يا جماعه؟ تجاهلوا احنا جينا والاستاذ ذا سجى عشان التغيير ده. انا الليله اتمليت طاقه ايجابيه فل الحمد لله. عندنا نادي نادي السلام النهود. في النهود اول نادي في الدول العربيه. خلوا الخرطوم الدول العربيه قلنا الدول العربيه تقول ده بعرف. النادي قام استولى على ناس المطور وطني بنو فوق الدكاكين وبقى شغال يجيب ناس معينه. يا جماعة احنا عندنا في السودان ده أجيب أهم من السودان. عندنا ليه عمارة أهم من السودان. ده زمان الكيزان. وقلنا في زمن منو. لكن إن شاء الله من هنا ومن قدام يا أخوي. يا والله بس أنا مخاف أطلع بقت ما في. إن شاء الله تجي. في حد ثاني راجع عن إن شاء الله. ما زي يا أخونا الجندي الواقف ده. هما طبعا زول ما شاء الله البعوض وقاتل سوى هنا وراه وهنا تبنوا في العمارات. انا بعرف عنده واحد بس معليش ما عنده اي علاقه جابوه مهندس بتاع مدينه. والله زول ده سلمه من في السطوح. هو بتاع مرور عريف عنده سطوح. والله بصراحه كده اقسم بالله العظيم كان ده اقول لكم حقيقه. ولا المرتبه اللي بيجيبها لي شو مرتبه كان 800 جنيه. والله 800 جنيه ناس عنده سطوح والله. يا مخافة الله وين يا جماعه. احنا اسيدا ممكن نغير الناس اللي قاعدين في النقاط. الواحد القاعد هذا مهمه بالسودان نازل هدف عشان يدخلوا قروش الطرق كلها مكسره. عربيتين للدوله أربع خمسة عربات اللي في جيبه. وجاز كيف؟ يا محمد والله بصراحة ما مقتنع بالسودان ذاته كان فوقه ناس متعلمين زين. يا سلام. واحنا يا بصراحة الناس الأسير الإنصاف القاعد ده أسير يقول المطار وطني غيروه المطار وطني قاعد. قاعد حنغيره حبة. قاعد. أيوه. أنت من شركة اسمها شركة الجزيرة. أنا بقول له كنت ما أعرف إنه. الدكتور القاعدة ما أعرف. لكن عارفين أسرارهم كلها. طيب. شركة الجزيرة دي عندها أكثر من 8000 عربية. عربية شغالات بالدولار. يا عندنا في البترول يجيبوا لك الآلات بتاعت عمر البشير على اسمها أحمد طه كل حاجة على أسرار عارفينها كويس. يجي يشتغل لك الطريق زي ده بعد يومين ثلاثة كله يتحفر. ده من أجل منه الآلة دي شغالة بالدولار. على الكلام ده 2005 2006 2007 كان شغاله 75 دولار الساعة. ده كله مجال قاعد السودانيين. احنا مالنا مرح مالنا كل الناس. احنا من اغنى ناس. هسه اقول لكم حاجة منطقة النهوض من ناحية اقتصادية ما شاء الله الصمغ العربي سرع الحيانية الأدبيب الفول القنقليس البهايم. احنا الليلة من اليوم نوريكم والله الكلام ده حقيقة نرفع أكثر من 30 جرار 40 جرار من الضان. بمشي وين؟ كيلو الضان عندنا ب 300 جنيه.
احنا ما شافعانين نمشي نودي للناس الغادي اريده بالموت. والله بصراحة كده يا جماعة الليلة ما قاعد ما عليش يا جماعة احنا ما طبعا مرات نقلب مرات والله شوف كلامك كلامك كله حقيقة معلش كلامك حقيقة كله حقيقة كله كلامك الليلة يا جماعة في رقات الرق ده صعب رق ما في زول ساكت زي زيكم ما في زول بيجيبه الرق ده ليه شغال بالدورار ان اللي الناس مضطرتين ده عندهم قرابته 35 رق ولا 36 رق الرق ده شنو؟ ده الا ناس الدلوجي الدلوجي ايوه دلوجي ما يا حبه حبه ايوه تعلمنا من النازل ايوه يا جماعه بصراحه كده احنا مالنا ده مره مالنا كله كبه في يدي مالنا كله في يدي والكلام ده غندر اثبت لكم اثبت لكم وايش اي زلمه فيكم بيتحدى والله انا امي لكن هسه الكلام ده كله غندر بس بثبته مالنا كله في يدي هسه يقول لك البترول البترول شغال المازوره في يدك كده ما تخطها البترول ماشي وين البترول ماشي وين احنا ما عطشانين والله والله ما عطشانين يديك فيها 200 دي يديك داخل يديك غير حمرات غير ال بامبو لا لا بيا ما تعب عليك انا بوريك حدودك المرم المرم ما فيها بترول الستيب الستيب يا ستيب الراوال احنا يا ما ده 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 هيديك فيها 257 بير قول البير دي تنتقل على 200 برميل في ابيار عندك 1000 برميل في اليوم في اليوم في اليوم عدينا معدل ثلاثة الثلاثة يعني نقول هديك تنتج لها 47 في برميل دي هديك بس غير الرقات غير البامبو غير حمرات غير وين ها والنيمة والبليلة كم؟ دي خلي دي كلها خلي كلها ذا البرة 47 في برميل 47 اضربها في 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 ثلاثة تعمل لك كم؟ المفروض أي عربية تكون فيها برميل وحاجة يقول لك الجهاز مال جهاز بمشي وسيبيا امشي سيبيا جاد بمشي وسط ال السودان امشي ده اسمه شو ده؟ بيمشي وزن يا بصراحة كده أنا والله والله شبعانين والله والله شبعانين معلش يا جماعة احنا بدل 2015 طردنا أنا وأسامة داود رفعوا على الضرايب يا أبو وداد بابقر لا عنده أي علاقة بالاستثمار. قبل هذا الأستاذ اتكلم. يا جماعة والله بصراحة متابعين لكن يا جماعة الله يهدينا وشكرا لكم رب يديم على حسناتكم. والله اسم غريب حبة. الوافر. الوافر. وسط الوافر. والله أنا بصراحة أنا سوداني أصيل. أيوة قصيده من النهود الموقف بتاع الليلة. وبصراحة كده كنت زول مغاتل اوكي ما مغاتل لصالح المطورتين صالح مصالح السودان ايوه يا سلام عليك وانا زول سوداني ولحد هسه انا مش بحلف على اسم الله ما رميت حزب ما شاء الله وما عندي حزب سوداني بس طيب يا اخواننا عشان احنا المبادرات هنا مهمه جدا بالنسبه لنا الباحثين السودانيين اخونا الوافر ذكر اكثر من مره في كلامه انه امي احنا دايرين انه اخواننا لما نطلع من الاعتصام ده من الصبه دي ما يكون امي يطلع من هنا ده يكون زول بيساهم في بناء الامه بالتعليم بتاعه انا داير متطوعين من الناس اللي قاعدين هنا في محو الاميه لاخونا الوافر بمناسبه كده كلام الدكتور ده وكلام ده اقول لكم حقيقي انا بتحدى اسي في معي في البترول انا كنت اناقش هذا اي زول بيقول لي انت بتعلم لكن طبعا ما ممكن انا اقول لهم انا قلت لكم انت بس والله وانا عايزه تعليم الحياه ذاته ما له انا كان جيت خاشر بترول خاشي بحنكي والله ولا عندي علاقه بالمطره والله وكان ما في ناس كلمه والله ما صدقوها السودان ما صدقها لكن يقول لك عليه الطلاق ما مطره ما دام الناس عليها الطلاق
الله الوافر والله جد شباب شباب دايرنا متطوعين منو اللي يتطوع يا اخواننا انه يكون عنده حصه يوميه مع اخونا الوافر انا بتطوع لكن انا يعني يا شباب انا بتطوع لكن انا ما بقدر التزم يعني ما بقدر اكون متاكد انه انا يومي قاعد لكن انا وقت ما قاعد ان شاء الله انا اخونا الوافر نبدا له من البدايه الى النهايه يمكن ما دام مسكت المايك من قبيل عايز اشكر زيكم صراحه ملهمين للشعب زيكم نحن محتاجينهم الدكتور الامامنا والدكاتره السابقين وصراحه حتى كل الاسئله البادرت في ذهني مع الصبر والاستماع اتجاوبت فما خليت لنا حاجه بارك الله فيك خلاص انت دايرينك قصي تلحم مع اخونا الوافر ده الوافر ان شاء الله يظبط اموره والله يا جماعه شكرا لكم وانا بهنيكم انا طبعا والله بصراحه كده في مجالي بأكل أولاد في العيش خليت المجال الحكومي ونزلت وحصلت عامل خدمة 27 سنة أنا أخونا جندي ده يكون عارف نزلت الرغبول أسيانه في المعاش كون أنا حصل معاش دي مستحيل المعاش طبعا شنو ما بلقى زول مسكين طبعا انت تكون دكتور وتيجي جاي تكون في جاي تنزل الخدمة المدنية وجاي على 65 سنة انا كنت زول شاب ولقيت المعاش ما القى زول كريم سعيد يا حاجة نعمة نعمة من الله كويس نعمة من الله الحمد لله عشان كده يا عمر تقول زول ذاك الحق انا يا اهلا لا والله هسه شغلت تاجر ما شاء الله يا اخويا نحن بيت تجارتك دي دايرين انك تمرق هنا من الصبة دي ان شاء الله ما تقول انا امي ثاني ما دايرين الصبة ده انا كلهم بيلا ان شاء الله كلهم احد بيجي من النهود انت بتمشي تجي من النهود اي يوم ضربت الاثنين قلت قاعد والله ده شيء عظيم منك يا كلهم اثنين كنات القانون بيجيوا لكن طبعا بصراحه كده المعيشه جبرت والحياه جبرت الاثنين اشيل رقمك ان شاء الله والاثنين انا احاول اكون كل اثنين موجود هنا وانا واثق الزول في كلامه حتى لو ما تعلم يعني شنو الكتابه والقرايه الزول من والله كلامه هو انا ده اقول لك حاجه انا خاش خرطوم ده خاش وهم ما اعرف والله خرطوم ده يعني بصراحه كده اول مره في حياتي اجي الخرطوم 2003 والله يا ابو القصه دي حقيقيه والله طبعا علاقتي كويسه وقت ده كنت عسكر اها على المطار قمت رفعت لي واحد اشتغل في المطار النايب قمت رفعت لي واحد اظل لو جينا المطار اشينا حمامات كده جينا نفس كلام الطيار وصار حاجه دي قلت له ادوا سمعني انا جيت ماشي على السوق العربي لقيت لي واحد كان معي قام طقاني ورا قال لي يا زول تقبلت مرة فعتيني قلت له ايه قال لي اللي تمشي مع البيت انا قلت الحمد لله فرجت الله اداني ايوه مشيت طلعت الساعة 8 كده شايت مشي كده حاجة دي رايح في البيت ده للساعة 3 صباحا عشان الباب ما لقيته ما نصيحة يا جماعة والله يقول لكم والله نصيحة والله ها هذول لقيت الساعة 4 كده الجامع قام هزم قلت هذول تدقش الجامع دقش الجامع قعدت كده هذول بطاطس وحزيتها قلت يا عمري صح انا رايح في المحلات دي هنا قدام البيت سبحان الله قلت هذول بعد كده رجعت بقينا هذول الدردش جيت مع اولادي زوجته 2004 جيت مع اولادي هنا قابلنا طبعا بصراحه كده ربنا ما قسم حاجه دي هنا قابلنا دكتور خاطر دكتور خاطر ده نسوى توليد الحمد لله دول المرة قلت لها انت ما شاء الله شهادة سودانية كويس قلت لها انت عشان انا ما اوضح لها وحاجة دي حكيتها عملت لها اكتبها ورقة وقلم قلت لها اي محلة زي ده يافطة اكتبيها انا محلة النقطة المرقنا منها من جهة النقطة المرقنا منها لحد من كان في جبرة مربع تصدار وقت ده 2005 دي كان شوية كده دوبة لسه عبادي كتبنا حتى الطروش الزكاة ماشيين التكتيك وجينا راجعين قلت لها من اخر نقطه ل جاي الحمد لله وصلنا جامع بلال
الحمد لله. قلت له لا الرجع على ورا ما حطوش ونخش لجوا كده. الحمد لله. عشان كده يا جماعه بصراحه كده عدم القرايه مشكله. بس ان شاء الله تمرق من هنا. والله يا جماعه بصراحه الظروف جبرت. اسي مره بصراحه في النفس. دارت تدي فيها يا مادي عشان كده ما في طريقه يا جماعه والله انا كلهم اثنين بيجينا. بس خلاص كل يوم اثنين مع يوم الاثنين ان شاء الله. شيل رحمه الله. كل يوم اثنين انا بجي. رقمك تدي له وديك رقمك. خلاص خير ان شاء الله. عشان حتى لو انا بجيب يوم ما جاي طوال انا بشوف لك متطوع. يا كويس ممكن اشوف لك ذات ناس في النهود هناك. تمام ممتاز جدا جدا دي مبادره كويسه. أه؟ يعني قال ممكن نلقى لك ناس في النهود هناك برضه ممكن. لا لا انا اشوف هوي. خلينا خلاص خلاص كلام جميل جدا اتفقنا اسمع الباشمهندس ان شاء الله كل يوم اثنين حتكون معاه انت واهم حاجه بعد الصبه دي ان شاء الله ثاني كلمه امي دي ما تقولها. هو انا اقول لك حاجه بصراحه كده هسه انا عندي اخوي دكتور ما شاء الله دوليب حسن دوليب وخالتي طوالي عندي اخوي برضه مهندس ما شاء الله عندنا اخواننا في امريكا عندنا جاي لكن هو طبعا بصراحه العلم هوايه احنا ما بصراحة كده جبرتنا الحالة الناس كلها تكون عارفة الأستاذ يكون عارف كان في حول الجفاف احنا قمنا في الجفاف وقمنا كان حكوماتنا مختلفة وياي نميري بعد نميري جانا الصادق جانا سوار الذهب جانا نميري جانا شو ده الصادق المهدي صادق مهدي هورنا عشان كده ياهو بصراحة كده أسي الناس اللي قاعدين أخير احنا استفدنا عقليا فكريا لكن الناس الحاليه الناس اللي قاعدين ديل ما عندهم اي علاقه بالتعليم معلش وانا الحمد لله استفدت من جيتنا ما عندي جاي ولا اي حاجه لكن لقيت الناس بيقعدوا يا لقيت الناس واحد سالني في النهود قال لي الحكومه دي كان فاتت انت اللي بتسلم منه الناس ما نزل ما شاء الله كفات انا في جيتنا جيت الاتصال هنا تفاجات يا جماعه ده طيار ده في امريكا دوين دجال أيه انا كان اعرف انه ديل كفاءات الباطل هم يلا فعلا انا ما كذا انا اقول لك حاجه عندنا واحد في الخرطوم زول مرطب قال لا الدكتور قال لا انا اعمل لك العمليه دي لوالدتك هنا قال لا امه قالت لا عمليه شنو الدكتور قال لنا عمليه عمل لندن بابرف على لندن قال لا الدكتور لسه عم يجي هم انا اقول لك الدكتور سوداني يعمل العملية يوم الأربعاء نجحت بارك له وقال له مبروك قال له هذول عرفتني قال له لا والله قال له هذول يوم الأحد ما كنت معك في السودان أنا الدكتور كده 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 قلت لك العملية تنجح في السودان قال لي ديتها قال له هاي قال له ما مصدقك والله عشان كده يا والله بصراحة كده ما شاء الله ناس كفاءة عالية دكاترة ما شاء الله دكاترة لهم احترام لهم التقدير عسى إننا كفاءات والله ما شاء الله في البترول اللي. ناس اخذوا فكره من الكنديين ما ديل الصينيين وحايدي كندا يعني بصراحه الناس متضبطين في العالم زي كندا ما في والله بصراحه نقول لكم والله انا اشتغلت مع كنديين كشديد انضباط صح انضباط زمن رفضوك زي ده حقك طوال بدوك لبجاي ما لا لا ما زي السوداني تعالوا امشي تعالوا امشي والله كلام والله اقول لك حقيقه اذا الدكتور كلامي يقول غلط يقول غلط بعض الناس بصراحة أكعب ناس الصينيين زي السودانيين. السودانيين ما كعبين. لا مطور وطني. مطور وطني كعب لك. السودانيين ما كعبين. أقول زي المطور الوطني. الصين كان قاعد زي ده إحنا كنا بصراحة كده هو طبعاً بالمجال هو يقول غفرة إحنا ما غفرة إحنا حرس الوطن. كنا فريق زي ده كندي يقول لك يا أخي والله بصراحة كده ما تولعونا. كانوا لا تولعوا زي فيها. لهم الاكل والشراب فيها لكن الصيني كان دخلت الكيتشن يطردك والله بصراحه كده والله زي المطور هنا واسي بالكلام ده انا اقول لكم حقيقه هم زول مصدق كلامي ده راح يديك هم لسه قاعدين راح يديك اصل معاك انا كنت مرتب من ال هديك دي مشاكل ما حد بيقول لها هيثم تابع الجهاز ضربنا عديد راي في اثباتات كثيره انا ممكن اوريكم لا اثباتات كثيره انا كنت شغال معاهم شنو ما تمام مشاكل بس
أسي في واحد لواء في سلاح الإشارة أسي مو معروف في عينهم الصوب أنا ذاتي والله كلام نقول لكم حقيقة عادية كده برضو ما يلعب على المطارات عشان كده يا جماعة الدنيا دي فيها السمح وفيها الشيء الزول بكرة كنت بتفنوا ما بتفنوا مع زول ولا بتفنوك مع قرش ولا بتفنوك مع حاجة بتفنوك مع عمالك بتفنوك مع عمالك المال اللي عملته كله ما عملته لزول عملته للناس التاني استفادوا منه انت هنا تكون مع الزبو في, 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 في الاخر هنا ده الدنيا ما في زول في الحبا في ناس يقول لك الدنيا قال اخركم تراب ما اخركم تراب اعمالك اعمالك تلقاها قدامك بس عشان كده يا جماعه الناس الاسئل عمر وكلام ده والله بطرحه ما جعني والله والله ما جعني احنا جوعتنا حكومتنا والله جوعتنا حكومتنا والله في ناس الليل اليوم ده واحد شغال اليوميه 150 جنيه الليله يعني الليله في عسكري ما هيده 100,000 في موظف ما هيده 1600 جنيه هلا يا جماعه 1600 اتصرف بيت شاي الصباح الليلة ناو انا اولاد اللي بيشربوا يا صاحبي قرات 57 جنيه و 58 جنيه ده بقل بساطة ايوه ده اقل بساطة بس شاي الصباح ربع اللحم ربع اللحم 75 جنيه والله 75 جنيه 100 300 جنيه يعني ده دم حق المساكين انت ما مطلعي حق الجلابة اخذ الدكاترة الدكاترة ما باكل حياة زي دي والله الطعام هذا الدكاترة مرتبهم مليون و250 شغال بالمينيموم مليون و250 والله بصراحة كده هسه جايبين واحد بصراحة كده سكن جاري في النهود ما يجر بيت جاي بصراحة كده بقى محتمد معاكم في مجالكم ذاته مجال الدكاترة وحياة زي دي ما عنده أي علاقة بالدكتور عربي لط والله بصراحة بقى محتمد اسم محمد المصطفى ماسك الخوي عادي كده بالمكشوف اما المصطفى ده والله اقسم بالله كان جمع يجر بيت ايجار الليل كلام بيتكلم معنا والله كلام بيتكلم والله كان جوا تعبان وحاجه زي دي انا ذات معك بشيل بناول المويه انا كان عندي مازوره بناول المويه من بيتي هسه الليل كلام بيتكلم معي يا بصراحه الدنيا دي ما في زي الحبايب طبعا الكلام احنا عارفينه الدنيا ما في زول بفرح بها ايوه والله الدنيا قال اللي بفرح بها ندمان ايوه عشان كده يا جماعه الدنيا دي كنت تفرح بها والاخو ده زيه ما في انا معاهم ده يعني اسي بصراحه كده ما تشوفونا كده اصحابنا دكاتره والله يقول لكم عندها علاقه مع النصريين والله بصراحه دول امي لكن الحمد لله انها لقطت الحمد لله والله امي والله امي والله امي ان ما خلاص يا جماعه هو زول بيقول الحقيقه ولا غش انا غشيت جدا غشيت ربنا اسي في واحد يقول لك انا صايم والله يخش جوا يخش قدامه فاطر والله والله اغلب نص السودان نص فاطرين والله جد انا ده يعني اسي اقول لك بحقيقه كده اسي في ناس هنا نصيح نصيح والله والله فاطر كيزان انا والله اقول لك اول امبارح يعني يوم الخميس كنت بتحس اني مناري انت بقول لها مراهيك مراهيك طبعا ما تعرف هيتو طبعا يعني. لا مراهيك دي بلد دي بجيب منها البهايم ذاتها دي يا سودر ومبادر كردفان اي بس يا جماعة كنت عيان عند واحد معي شغال معي سوا داري زول ده بخش جوا المخزن داري خدت له باقه مخيشه سال ده سوا المساء جاني قال لي انت الزول ده بالمسا قال لي الزول ده الباقه دي كان مليانه والله الكلام ده حقيقي اقسم بالله العظيم قال لي الباقه دي كان مليانه الزول ده جاب لي كده سالته قال لي الزول ده زول فاطر قلت له والله اللهم اعلم قال لي والله زول ده فاطر بالفعل لقينا فاطر يا جماعه زول ما يخش الناس تغاش ربك واش نفسك ربنا ما شايفك اي حاجه عملته هو شايفك الناس ما تغشوا
يا ما عليش وما نكتر عليكم طبعا احنا قال اهلنا في جوبا كنا في جوبا عربي قال بسيط 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 وشكرا لكم وما بتخلينا احنا في تقافل زي ده والله بصراحة كده زي الطيار ده كونوا ما مصدقين احنا كونوا نقعد مع ناس زي ده كنا قعدنا مع ناس ما عندهم اي علاقة بالدين بالدين كنا قعدنا مع ناس والله بصراحة كده والله يقول لك الله أكبر الله أكبر تارمين من قال لأهلنا الفلادة قال العرب ما حلف شنو يقول لك والله والله قال والله دي ما طالع من جوا طالع من لسانه يا معليش وأخوكم عبد الوافر محمد عجمنا محمد من أمناء النور طبعا أنا هنا أساسا مولودين في النهود لكن أمنا من بناة النهود من ليمون بارا فرصة سعيدة جدا وأسي برضو في واحد من الشباب شباب سوار التقانة هنا أخواننا تبرع برضو بأنه يوم الاثنين يكون مع أخونا الشاب ده برضو قال معه أيوة إنت منو مصعب سعيد مصعب سعيد و هاشم ناجي هاشم ناجي فديل التاسع عندك ثلاثة أساسا متطوعين كله اثنين يقعدوا معاك كده عشان إن شاء الله المرة الجاية لما تيجي تمسك الميكروفون ده ما تقول والله يا أخوان أنا بصراحة كده أنا أمي تقول والله أخوان بصراحة كده أنا متعلم وإن شاء الله أخي ربنا يوفق ويخلي الناس كلها أخواننا يكون عندها الروح دي الروح الجميلة دي في إنه كل واحد فينا مهتم بشؤون الزول الثاني على أساس إنه نبني بلد متصالح فيه يعني احتفاء بالتنوع وفيه نبذل العنصرية وفيه يعني حب كامل لانه نمشي لقدام ان شاء الله ان شاء الله يا اخوانا الكلام ده يحصل وكلنا نمشي لقدام إن شاء الله حريه سلام وعداله مدنيه قرار الشعب حريه سلام وعداله مدنيه قرار الشعب حريه سلام وعداله مدنيه قرار الشعب حريه سلام وعداله والوعي قرار الشعب بسم الله السلام عليكم تفضل يا السلام عليكم يا جماعه الله يديك العافيه الله الوافي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخوتي الكرام والله يا اخي تعرف وقفني شنو وقفني الكلام المكتوب ده قوتنا في عهدتنا دي انا بعتبرها حسب تحليلي الشخصي ورؤيتي ان الانتفاضة الحاصلة يعني وحدت كل الشعب السوداني بغض النظر عن قبيلته ولا لون ولا 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 قلنا احنا فاقدنا بالمناسبة وإذا استقلنا استقلال سليم وصحيح إن شاء الله نبني السودان وعند رؤيتي الخاصة مش الليلة من قديم الزمن كنت صبي في عمر 17 أو 18 كنت بقول إذا كان أنت اللي بتشوف نفسك أنت وجيه وأوجه من التاني وأفضل من التاني ده إذا تزوجت منه خلاص في مناسبة جات كان في 89 كنت صغير جدا قالت لي الثلاثة جريدة اللي لقيتها كلها كان قبل كده اتقالت وما في شيء حصل كرفستها كده بيزهج خطيت جنبي راكب جنبي واحد بتذكر ركب من شارع واحد العمارات انا كنت ماشي الحسين